Human Rights Watch تستغل وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي للمزايدة على الحكومة المصرية. لكن اللافت أن سارة واتسون رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قامت بنشر أولى تغريداتها بعد أقل من 30 دقيقة من إعلان وفاة مرسي، رغم عدم تقديمها لأية أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها. كان آخر تقرير صدر عن المنظمة بخصوص الحالة الصحية لمرسي منذ عامين بتاريخ 19 من يونيو 2017 تضمن بعض المزاعم عن حالته الصحية، وهو ما تناقض مع تقرير رسمي صدر في نفس التوقيت تضمن أن صحة مرسي جيدة. ومنذ هذا الوقت لم تصدر أي تقارير أخرى من المنظمة بشأن حالته الصحية، ما يؤكد أن مزاعم المنظمة الحالية ما هي إلا أكاذيب دون أدلة. Human Rights Watch متهمة بالانحياز وانعدام المصداقية، وكان أول من هاجمها هو مؤسسها السابق روبرت برنشاين، حيث اتهمها في مقال بجريدة نيويورك تايمز بالاعتماد على أساليب غير علمية في تقاريرها والاعتماد على أشخاص وهميين لمهاجمة كيانات بعينها.